على القاعده مولانا. هذا شنو مولانا؟ ها؟ البيان للسيد الخوي. بيان للسيد الخوي. في صفحه اعزائي، في صفحه اعزائي، عجيب عجيب هاي العباره هذه، واقعا هذه العباره مو فقط هزتني، بيني وبين الله وجدت ان هذه العباره من اهم مباني مدرسه اهل البيت ولكن لا نعمل عليه. يقول: لنفرض ان مساله من المسائل كانت من ضروريات الدين، فهل يكفر كل احد بانكارها حتى من لم يثبت عنده ذلك؟ هو لم يثبت عنده ضروري من ضروريات الدين، فانكارها يكون كافرا او لا يكون؟ لا يكون كافرا. انت تقول له ضروري، يقول عمي لم يثبت عندي ضروري، لم يثبت، تقول له ده تكذب. هذا بعد الله يقول مو انت، يوم القيامة يقول له لا، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. بعد أنت تحاسبه له الله؟ أنت لا تحاسب من حقك. يقول دليلي مات. ولكن هاي الثقافة الآن موجودة في الواقع الشيعي، هكذا هكذا أعزائي. إذا واحد إجا الآن قال على سبيل المثال، وإن كان كلامه باطلا، كلامه باطلا، كلامه باطلا إلى 100 مرة، قال لم يثبت عندي الإمامة السياسية لعلي، وإنما ثبتت الإمامة ماذا؟ الدينية. والله أنا أقبل رسول الله لو قال إمام السياسي، ولكن لم يثبت عندي، كلام باطل. أنا هي خلي وسط كلام حتى اللي يقدرون يقطعوه بكرة، لأن هي يقطعوه مولانا، يقول هشوف السيد يقول بأنه لم تثبت الإمامة السياسية للأئمة سلام الله عليه، كلام باطل 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 إلى 1000 مرة قلنا باطل. ولكن لو قال شخص قال ما ثبت عندي هذا، شو تقولوا له؟ خرج عن المذهب لو لم يخرج على المباني؟ تقولوا مباشرة شنو؟ خرج، صار ما كذا وكذا وكذا، مع انه ليس كذلك، ليس كذلك. اعزائي التفتوا الى قواعد الاعلام، هاي قواعدنا، هذه قواعد علماء. نعم المنهج الاخباري بالعكس كاملا مباشره، بمجرد ما تقبل ما لا تقبل ما يقوله انت تخرج شنو عن المنهج. ارجع على البحث هذا.